Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna bruise my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all of that jazz. Your hair and wear your buckle shoes, and all that jazz. Father Tip is gonna blow the blues, and all that jazz. Start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. لايف بيرفورمانس لايزا مينيلي اللي رح نحكي عنها اليوم. هالليجند ليجند بالتمثيل، ليجندز بالغناء وبالمسرح تحديدا ببرودواي. ولدت بأدار 12 اذار 1946 بلوس انجلوس كاليفورنيا من والدين، اما الليجند كمان جودي غارلاند ووالدها المخرج المعروف فينشنتي مينيلي. هل تاثير والديها كان كبير عليها وتحديدا تاثير والدتها يلي من خلالها بلشت بعالم الفن وكانت بلشت تظهر هي وياها لحديت ما قررت انه تستقيل او تستقل عنا من بعد وقت لقدرت تظهر مثل ما بيقولوا من خيال والدتها. وايضا والدها اللي كان مخرج كبير بهوليوود اثر على البرفورمانس او ادائها بحياتها. بلشت لحالها باول فيلم لها وين اخذت دور ولد صغير ان ذا جود اولد سمر تايم سنه 1949، وكانت عم تلعب مع والدتها وفان جونسون. من بعدها بلشت تشارك كمان بالكونسرتس مع والدتها. والديها طلقوا سنة 1951، كان دايما عندها مشاكل مع علاقتها بإمها، إمها يلي كانت مدمنة على الألكول وعلى المخدرات، وكانت تعاني بشكل كتير كبير أنه تخليها تتوقف عن هالإدمان. تزوجت والدتها مرة تانية وصار عندها نص أخت ونص خي اللي هن لورنا وجوي. ومن بعدها كمان رجع تزوج والدها سنة 1950 وصار عندها نص شقيقة أخرى كريستيانا نينا. رح منشوف برفورمانس تانية لليزا مينيلي ونتابع بتفاصيل حياتها أكثر. تابعت بعملها مع والدتها يلي ساهمت بشهرتها لايزا مينيلي، واللي توقفت عن الدراسة لما كانت مراهقة ودخلت عالم الفن لأنه هيدا الشغف يلي كان بدها تكمل في حياتها. بلشت أيضا ببرودواي بسنة 1963، وبخلال هالوقت كمان كانت عم بتغني أو عم تظهر مع والدتها بسري على التلفزيون The Judy Garland Show، ويلي هو كان شو بتظهر فيه هي مع الوالدة. أيضا غنت معها ببلاديوم لندن بكونسرت أخذت استحسان كتير كبير من الجمهور، ومثل ما قالت لنيويورك تايمز قالت وكانت كأنه أول مرة تنتبه والدتي
انه انا بأدي بشكل جيد. ومن بعدها صار عندها دور ببرودواي، دور لا يعني دور رئيسي بمسرحيه ببرودواي، وهالمسرحية كانت The Red Menace سنة 1965، وكان دورها اسمها فلورا. بهاللايت ميوزيكال، بهالكوميديا الخفيفة، قدرت تظهر وقدرت تاخد توني أوورد لأفضل ممثلة بميوزيكال، كان بوقتها عمرها فقط 19 سنة. تابعت بنجاحاتها وبلشت بدراماتيك كوميدي تشارلي بوبلز مع ألبرت فيني، ولعبت بوقتها دور صبية اسمها بوكي وهي منحرفة وفاشلة وما بتعرف تعمل شيء. نجحت جدا أيضا بهالدور وربحت أول أكاديمي أوورد لأفضل ممثلة لسنة 1969 بفيلم سترايل كوكو. رح منشوف كمان performance تانية من هالفيلم بالذات لليزا منيلي وانتبه. جيري؟ هاي. هاي. How are you? Just fine. Well, you sound terrific. Your voice sounds really great. How are you? Just fine. Hey, did you get my letter? I'm a terrific artist, huh? You still mad at me? No, I'm not mad. Are you sure? I'm sure. Oh, good. I know I was bad. I'm really sorry. You know what I was going to do? You won't believe this. I was going to take an ad out in your school paper saying something effective. Miss Pookie Adams is no, terrifically sorry at having acted like a weirdo at the feist. Pookie, don't do that. Oh, Joe, I wasn't going to do that. Don't you know me by now? Don't you know what I'm kidding? But I am sorry. Yeah, I know you are, Pookie. No, I'm not mad at you. I promise. Double promise? Oh, Jerry, I love you. I love you. I love you, Pookie. Boy, you sound funny. متابعين بنجاحات لايزا مينيلي إن كان من التمثيل أو من الغناء، من بعدها بسنتين بلشت بأكبر دور لإلها بفيلم وين كانت كمان عم بتغني، فيلم كاباري سنة 1972، ويلي هو بالفعل كان هيك نقطة فصل بحياتها. وبهالفيلم يلي من إخراج بوب فوس غنت بشكل رائع جدا، إن كان تمثيلا أو غناء، ربحت أكاديمي أوورد لأفضل ممثلة كمان، وهالفيلم بالذات ربح 8 جوائز مع بعضهم، من ضمنهم Best Supporting Actor لجول غراي وأفضل مخرج لبوب فوس. ومن بعدها بلشت بسبيشلز على التلفزيون، لايزا وذ زي كمان من إخراج بوب فوس وفريد أب، وهالشو ربح أكاديمي أمي أورد لأفضل سينجل بروجرام يلي هو منوعات سنة 1973. ولكن دايما الفنانين الكبار وهالنجوم الكبار بيوصلوا لمحل وبتبلش مهنتهم تنزل شوي، أو بيصير في هيك نوع من إنه الهبوط، ومن بعده بيرجعوا بيدخلوا على الساعة. هالهبوط صار سنة 1975 بلوكي ليدي وماتر أوف تايم يلي كانوا من إخراج والدها. هالفيلمين هن كانوا أو ساهموا بهبوط لايزا مينيلي. ميوزيكال نيويورك نيويورك سنة 1977 أعطاها الحظ بأنه تشتغل مع مارتن سكورسيزي والممثل روبرت دينيرو، طبعاً هالمخرجة اللي أعطاها كتير ويلي من خلاله بتقول أنه هي تعلمت كتير بعالم التمثيل. ولكن بالرغم من هالأسامي الكبار يلي اشتغلت معهم، كانت الانتقادات سلبية وما كان في نجاح لهالأفلام. كملت أيضاً مع سكورسيزي وراحت على برودواي هي وياه سنة 1977، ومن هالدور يلي لعبته مع سكورسيزي ربحت
الثاني توني أورد لأفضل ممثلة بميوزيكال، وكان هيدا الشيء بدي أكت سنة 1977. من بعدها سكسس جديد أو نجاح جديد لمينيلي برومانتك كوميدي آرثر سنة 1981، وإن كانت عم بتمثل مع دادلي مور وكان دورة خادمة أو نادلة بمطعم. خلينا نشوف. Fräulein Sally Ball! You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye, mein lieber Herr. ما بعرف إذا عالم الشهرة بيخلي الفنانين الكبار يفوتوا بعالم المخدرات والكحول، أو إذا لايزا مينيلي ورثت هالشي عن والدتها، وسنة 1980 كانت هي عم بتناضل وتحارب لحتى تقدر تنتصر على نفسها من هالإدمانات هي. سنة 1986 كمان صدمة جديدة لما فقدت والدها بكريزة قلب، ولكن من بعدها ربحت جوائز وربحت نجاحات كثيرة. كملت بنجاحاتها وكان عندها إطلالة مميزة جدا بـ The Sex and the City، Sex and the City سنة 2010، وهو الثاني قسم أو ثاني فيلم Sex and the City انعمل. للأسف ما كانت سعيدة بالحب، تزوجت أربع مرات وهالأربع مرات بقت محاولاتها بالفشل. رح أقولكم مين وقدي وقت دام كل زواج. أول زوجة كانت للأسترالي المغني وكاتب الأغاني بيتر ألين من 67 لل 72، من سنة 1974 لسنة 1979 لمدة خمس سنين تزوجت جاك هالي جونيور. وأطول زيجة كانت لها مع مارك جيرو من 1979 ل 1992، وسنة 2002 دام زواجها فقط 16 شهر للبروديوسر ديفيد جاست. رح منشوف آخر performance من Sex and the City، منختم فيها فقرة Legends ومنتابع مع Top 10. Should've